البوست وانا معاكم اهو، وهنبدا نطلع الاسئله كده على الهوا مع بعض ونجاوب. يلا بينا. فين البوست؟ مغوط كده ليه؟ في اهو، لقيناه. يلا بينا نبدا في الاجابه. تبارك الرحمن. طبعا كالمعتاد هقول الكلمتين اللي دايما ابدا بيهم فقره السوشيال ميديا. انتوا بتقولوا لي كلام حلو كتير جدا، انا ببقى في قمه الحرج اني اقراه، بس انا بشكركم جدا جدا عليه، وهو فعلا على راسي وبقراه والله كلمه كلمه. بس لو ما قلتوش على الهوا محدش يزعل، عشان انا بتحرج يعني ان احنا نخلي الفقره دي مجاملات ليا، بفضل ان احنا نخليها اسئله ونستفيد كلنا احسن. تبارك الرحمن طبعا بتقول كلام حلو وجميل جدا، هي بلع من العراق وعايزه مننا طريقه عمل مقلوبه الدجاج، وبتبعت تحيه لكل كاست البرنامج ومامتها كمان بتسلم علينا. بشكرك يا حبيبتي. وبالنسبه لمقلوبه الدجاج، المقلوبه في نوعين من المقلوبه، انا شخصيا ده اللي بشوفه في المطاعم اللي من سوريا، ومن اكلها من سوريا او فلسطيني او كده، دايما بلاقي مقلوبتين، يا الصفراء يا الفاتحه اللي هي مش معليهاش كركم. انا شخصيا بحب اللي من غير كركم اكتر، فانا هقول لك الطريقه وانت لو عايزاها صفراء هتضيفي كركم. الفراخ هتتبليها بشويه ملح وفلفل وجوز الطيب وقرفه، تديها تشويحه، هترفعيها من الحله وتسيبيها على جنب. هتبداي تجهزي الحله، شرايح بطاطس مقليه، شرايح بتنجان مقلي، كوسه، بصل، فلفل، كل حاجه هتقليها وترصيها في القاع، بتنجان طبعا في القاع بتاع الحله. بعد كده هتكوني مجهزه رز، الرز ده في بوله هتضيفي له زيت، هتضيفي له ملح، فلفل، قرفه، جوز طيب، ممكن 7 بهارات، ممكن ورقتين لورا، فصين حبهان، عودين قرفه خشب، ويا كركم لو عايزاها صفرة، او من غير كركم لو مش عايزاها صفرة. هتحطي الفراخ فوق الخضار وفوقهم الرز، يا اما هتحطي نص كمية الرز وبعد كده فراخ وبعد كده رز تاني، يا اما تعملي طبقات من الخضار والرز والفراخ براحتك. تسقي مرقة وترفعي على النار لحد ما كل الكلام الجميل ده يستوي، نار عالية لحد ما المقلوبة تشرب ميتها، بعد كده نار هادية وتسيبيها تكمل سواها على البخار. تقدري تعمليها برز مصري أو رز بسمتي، لكن التقليدي إنها تتعمل برز مصري. أحمد فتحي ده أكاونت اسمه أحمد فتحي، بس اللي بتكلمنا أمل عندها 12 سنة، عايزة بتقول بتحب تعمل كيك وحلويات، وعملت كيك الشوكولاتة بتاعتي طلعت تحفة، بس ماما بتقول لي اعملي حلويات وكل حاجه لكن اهتمي بالحادق شويه. يعني هي ماما بتكلمك بصح لو بصفه عامه، لكن لو هي هوايه وانت عايزه تركزي هوايتك في اتجاه واحد مفيش مانع ابدا. في شيفات كبار جدا واسامي معروفه وتقيله جدا وتخصصهم شيف حلويات او بيستري شيف او ان كان، يعني في ناس متخصصه في الشوكولاته، فالتخصص مش عيب لو انت قصدها كمهنه، يعني بالعكس هو حاجه جميله، ولكن لو للحياه لا طبعا هنحتاج حلو وحادق وكل حاجه. اهتمي بتحب تعمل بيتزا ومكرونه بشاميل لكن عايزه تتعلم كل حاجه، تابعي البرنامج يا حبيبتي هتتعلمي كل حاجه. وبتقول على الفراخ واللحمه هي ما بتحبش تعملهم، بتحبهم بس بتكره تعملهم، يعني طبيعي جدا، اكيد حاجه نيه يعني مش الطف حاجه في الحياه، ولكن احنا ما لما نبقى بنشتغل فيها او بننظفها او غيره او غيره ما نفكرش قوي في هي ايه دلوقتي، نفكر في هي هتكون ايه بعد كده، وده هيخلينا نتقبلها بصوره اكبر بكتير. يا امل وهتحبيها اكتر، مش تنزعجي منها مع الوقت، كمان هتبطلي تنزعجي منها تماما. وتابعي كل وصفاتنا في البرنامج، طبقي وصفات سهله الاول، لقيتيها نجحت معاكي ابداي صعبي شويه على نفسك، بس خديها خطوه خطوه كل امورك هتمشي تمام ان شاء الله. رانيا بعت لنا السلام، وانا بشكرك يا حبيبتي على كلامك وبسلم عليكي برضو. شوشو احمد من السودان، عايزانا نعمل وصفات من المطبخ السوداني، والله ما عنديش خبره فيه قوي يا شوشو، عرفيني يعني، تعالي كده قولي لي وصفات الاكل زي المطبخ السوداني بتكون ايه، بعرف وصفات قليله قوي وعملتها بس ما عنديش خبره عميقه قوي فيه. ونورتينا حبيبتي بالكومنت بتاعك. ام معاذ بتسالنا، عندها بواقي فراخ متبله ومتشوحه في صوص ومحدش عايز ياكلها، ممكن حضرتك على تقولي لي على طريقه تخليها متغيره ولا مفيش؟ لا لا في طبعا، ما ترميش حاجه. تقدري حبيبتي تاخديها تعملي بيها نجريسكو، تقدري تعملي بيها اي مكرونات، تقدري تحشي بيها جلاش، تقدري تحشي بيها سمبوسه، تقدري تعمليها بيتزا لو الصوص بتاعها يناسب بيتزا،
كل ده حاجات تنفع، ويعني لو غيرتي فيها كتير ممكن اصلا محدش ياخد باله ان هي كانت نفس الحاجة. لا طبعا احنا ضد الهدر وضد رمي اي اكل. يسرى من شاوي بتصبح علينا صباحك فل وسعادة يا حبيبتي، ويا رب يجعل يومك انت كمان كله خير وبركة وصحة وسعادة ونشاط وانجازات. عندي سؤال بالنسبة للكبدة بالردة، لو انا ما عنديش ردة ينفع بدل الردة فيجيتار كنور؟ وممكن طبعا بتتعمل بالبقسماط وتتعمل بالردة، الاتنين ينفعوا، بس الردة يعني اللي بالبقسماط هتقليها بقى في زيت غزير زي البانيه كده بالظبط. ممكن وصفتها، حاضر. وممكن كمان ساندوتش مخ بالبيض، حاضر. بصي بالنسبة للكبدة عادي هتتبليها تتبيلتك العادية جدا ايا كانت هي ايه او ايا كان انتي بتحبي ايه، وبعد كده هتقومي حطاها في الدقيق، وبعد كده من الدقيق على البيض ومن البيض على البقسماط، او تعملي لها عجينه دقيق بالبيض وترفعي على طول في البقسماط وتقليها زي ما تكوني بتقلي بانيه بالظبط. بالنسبه لساندوتش مخ بالبيض، فانت انا مش عارفه ساندوتش المخ بالبيض ايه، انا عمري ما اكلته قبل كده، فهل هو المخ فيه بيكون مقلي ولا بيكون عادي من غير قلي، يعني من غير كراست او طبقه خارجيه؟ اشرحي لي كده شويه وانا اقول لك على طريقه حلوه ليه. نورهان عماد استفادت جدا من حلقة تنظيف المطبخ وكانت عايزة تعرف طريقة المدور، بعد إذنك ولو أمكن طريقة البليلة. معرفش المدور ده إيه، إيه المدور؟ ممكن يكون حاجة نعرفها باسم تاني، فقولي لي كده اشرحي لي ايه المدور. البليله حبيبتي بتجيبي القمح تنقعيه يوم اتنين مفيش مشكله عشان يطرى، وبعد كده بتحطيه على النار، بترفعيه على النار مع ميه لحد ما يستوي تلات ارباع سوا. استوى تلات ارباع سوا بيبقى فاضل فيه شويه ميه تقيله كده، ما تشليهاش، دي بيبقى فيها فوائد كتيره جدا وبتتقله وبتخليه جميل. حضفي له لبن وسكر، وممكن رشه صغيره فانيليا لو ليكي في المستكه، رشه صغيره مستك كمان هتكون جميله جدا، وتسيبيه يكمل سواه في اللبن وبس، وتكليه بالهنا والشفا. السكر بمزاجك تماما. امل عبد العزيز عايزه نيفه. صباحك فل يا امل الاول على كلامك الجميل، ومن عينيا ده لازم، ما ينفعش العيد يعدي من غير نيفه، احنا هيبقى عندنا حلقه مشويات الحقيقه كامله نيفه وغيره، فما تقلقيش هنعمله طبعا. ساره كمال عايزه تعمل حلقه لانواع الكيكات مجمعه، مش عشان الوصفات نفسها بس عشان نعرف نميز. فكره جميله جدا، يعني قصدها الكيكات اللي بالزيت عامله ازاي، الكيكه اللي بالسمنه عامله ازاي، الكيكه اللي فيها سوائل عامله ازاي، الكيكه اللي من غير سوائل عامله ازاي، امتى بنحط بيكنج باودر، امتى بنحط بيكنج صودا، كميه السوائل، المواد الجافه بتتحسب ازاي وبتفرق ازاي، الكيكه الاسفنجيه. قصدها نذاكر الكيكس والفروق بينهم وانواعهم، بدل ان احنا ندي وصفات، هي مش عايزه وصفات قد ما عايزه برنسبلز او مبادئ يعني. فحاضر هعمل لك الحلقه دي، اكتبي عندك يا نور ان الحلقه دي جميله جدا ومفيده جدا. ابراهيم داينس اعتقد، لو انا اسفه قاري الاسم صح، بيعتذر عن انه خرج عن موضوع البوست، رغم اني من متابعينك وحضرتك شجعتيني ببساطه اخي. اشكرك اشكرك على كل كلامك الجميل. طيب هو عايز مساعده في ان هو يعمل عمليه تحويل مسار. مبدئيا كده اي حد بيسمعنا يقدر يساعد يتواصل معانا. ثانيا وهو الاهم، حضرتك ادخل على صفحتي او ادخل على اليوتيوب شانل المخصصه بيا، هتلاقي ان انا منزله فيديو بخصوص احد الاطباء، هو دكتوري العزيز دكتور محمد المصري اللي عمل لي عمليه تكميم المعده، هو بيساعد بطرق معينه يعني بدون الدخول في تفاصيل يعني، لكن حضرتك هتلاقي فيديو على اليوتيوب شانل الخاصه بيا بيتكلم عن الطريقه اللي هو بيساعد بيها. فارجوك ادخل اقرأ شوف الفيديو وخد البرومو كود اللي موجود فيه، وهو هيساعدك بالطريقه المناسبه. وبشكرك على تواصلك معانا والف سلامه عليك، وخد بالك من صحتك، وتاكد بس ان العمليه بتتعمل بطريقه صحيحه، وخد بالك من نفسك اهم حاجه واول حاجه. اسراء حمدي من انا عايزه مننا طريقه المارشميلو. حاضر، المارشميلو يفضل نعمله صعب يتقال، في تكنيك معين لازم يتشاف حبيبتي، فاوعدك ان انا اعمله لك. انا ببص على العرق من بعيد لبعيد، تمام، ريحته باين على طول. غاده المرسي طبعا شكرا على كل كلامك الجميل يا حبيبه قلبي، عايزه اعرف الكريمه النباتي اللي بستعملها في تزيين اسمها ونوعها والاقيها فين، لان الكريمه اللباني مش بقدر اجيبها غاليه. هي الكريمه النباتي برضو مش رخيصه على فكره، هي ارخص بس مش رخيصه برضو، موجوده في محلات مستلزمات الحلويات، طبعا مش هعرف اقول اسم انواع للاسف، ومش هعرف حتى اقول اسم المحلات، ولكن كل محلات مستلزمات الحلويات شارع درب البرابره اللي بيبيع مستلزمات الحلويات هتلاقيها هناك.
وهي ستيبل اكتر او يعني اقل حساسيه للتعامل معاها مع الحلويات، بتبقى لطيفه يعني. ونورتينا حبيبتي، شكرا على تعليقك. الاء يونس عايزه تعرف، البيتزا دايما لما بتعملها بتفضل كتير في الفرن وما بتستويش، ولما اعلي عليها بتتحرق جامد وبتبقى برضو مش مستويه، دي مشكله فرن غالبا يا الاء. فشوفي فرنك كده، هاتي صيانه، الشركه اللي بتعمل الصيانه لبوتاجازك قولي لها بس المشكله، وهو ممكن يكون في مشكله في توزيع الحراره، مشكله في شعله فرن مش شغاله، يعني هيكون مشكله كده. وطبعا ولا تعلي الحراره قوي ولا توطيها قوي، خليكي دايما في الوسط، 200 هيكون مناسب جدا وان شاء الله تظبط معاكي. اعملي بس صيانه البوتاجاز اهم حاجه. رهف عايزه طريقه كيكه الفانيليا، وعايزه تعمل اهداء لبنتها ميرنا صلاح سالم بمناسبه عيد ميلادنا، عيد ميلادها. كل سنه وانتي طيبه يا ميرنا يا قمر يا جميله، وماما بعتها لك الاهداء ده وبتعيد عليكي. كيكه الفانيليا حبيبتي، كوبايتين من الدقيق، وكوبايه من السكر، وكوبايه من الزبده او السمنه، واربع بيضات، ومعلقتين صغيرين من سائل الفانيليا، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، ورشه من الملح. بتضربي الزبده او السمنه مع السكر لحد ما يهشوا ويفتحوا ويعلوا خالص. بعد كده بتضيفي البيض، بيضه ورا التانيه معاهم الفانيليا. بعد كده بتكوني خلطتي المكونات الجافه مع بعض، الدقيق على البيكنج باودر على الملح، بتضيفيهم على مرحلتين او ثلاث مراحل لحد ما تتخلط تماما، وبس كده بقت عندك كيكه فانيليا رائعه بالزبده. دي كيكه زبده. عفراء عبد الباقي المهدي بتسلم علينا، عايزه تبعت تهنئه، ابعت لها تهنئه، بنهنيكي وبتنورانا دايما حبيبتي، والبرنامج كله منور بوجودك. عايزه حلقه عن كل المطابخ، يعني عايزانا ندخل في البلدان التانيه وبالاخص المطبخ السوداني. حاضر، عندنا اكلات كتير مشتركه مع مطبخكم المصري فعلا. و عايزه تعرفي هساعدك، مثلا عندنا اكله من اللحمه والفول اسمها اقاشي، بنسويها بنشويها تجنن، ممكن تقولي لنا كريمه طريقه احفظ بيها الطماطم والليمون. حاضر، اوعدك ان انا اعمل بحث كده في المطبخ السوداني واشوف وصفاته ممكن تكون ايه، وممكن يكون ايه مناسب ان احنا نعمله من عينيا الاثنين. بالنسبه لحفظ الطماطم، الطماطم تقدري تحفظيها صلصه زي ما عملنا في البرنامج، لو عايزه تحفظيها زي ما هي هتعمليها كونكاسيه. يعني ايه كونكاسيه؟ يعني اخد الطماطم الطازه انزلها في ميه مغليه وارفع واسيبها بس لحد ما القرش ينفصل عنها، بطلعها على ميه متلجه، اشيل القشر واشيلها في الفريزر كده، او اعصرها او اقطعها زي ما انا عايزه. الليمون انا مش من مؤيدين حفظه قوي، مش من الحاجات اللي بتتحفظ كويس، ولكن الطريقه اللي بنحفظ بها الليمون اللي من وجهه نظري اقل ضررا وتغييرا في الطعم، ان احنا نحفظه زي ما هو، زي ما هو كده يتاخد على الفريزر، دي اقل طريقه بتخليه مرر. اي حاجه تانيه غير كده بتخليه مرر قوي بطريقه مزعجه. هطلع فاصل وارجع اكمل الاجابه على اسئلتكم، فاصل صغير ومستنياكم. خلونا نكمل الاجابه حالا على اسئلتكم، يلا بينا ندخل على اللي بعده. ام ريمان محمود بتسلم وبتقول كلام جميل جدا، اشكرك يا حبيبتي، ميرسي قوي، وبتشكرنا على حلقه الفته جديده وعجبتها. بتبعت اهداء لريمان، وعايزه تقول لرؤى بنت اختها كل سنه وهي طيبه، وبتسلم على خالتها واختها ومامتها، وبتقول لهم انهم وحشوها جدا ويا رب يجمعهم على خير. يا رب يا حبيبتي يجمع كل المنفصلين عن اهلهم اليومين دول على خير، وتشوفوهم وتفرحوا بلمتكم باذن الله. ساره بتقول لنا، ينفع اعمل جبنه موتزاريلا او جبنه بيضة عموما باللبن المبستر؟ لا، رايي الشخصي ما بيطلعش اي نتيجه كويسه، بيطلع مقدار قليل قوي فبيبقى الهدر فيه كتير. حتى لو هزود له قشطه طازه، لاني في السعوديه وما فيش غير لبن مبستر، ما انصحكيش. لا، ما بيطلعش نتيجه كويسه خالص بصراحه، بيطلع كميه قليله قوي، يعني لما بنجبنه او لما بنخليه يجبن بيبقى قليل قوي التجبين فيه، فبالتالي بيبقى مهدر يعني. اتش ان غاده بتسلم وعايزه تقول ان هي جت تعمل القرص الطريه، العجينه بتمط معاها ولما بتفردها بتكش تاني وبقت كبسه كده، مش عارفه ليه، ما خمرتش كويس طبعا، كبسه وبتمط وبتلم، كل دي علامات ان هي ما اختمرتش خالص اثناء فتره التخمير، الخميره بقى مش كويسه او فيها حاجه ايا كان يعني.
ايه الحلقة دي كلها كوليسترول وتصلب تشريدين؟ يعني مش قوي يعني، طبعا مش كل اكلنا يكون كده يعني، ده استثناءات، ولكن طبعا هي اكلة دسمة جدا. حاضر. ميما فلورا بتسلم وبتقول ان هي بتتابعنا، ان هي عايزانا جدا نقول نعمل وصفات جزائرية. من عيني يا حبيبتي، وبشكرك على كلامك الجميل. ام ادم بتقولي كلام جميل كده زيها. شكرا يا حبيبتي، ميرسي جدا. وعايزه تعرف طقم الصواني اللي بيتفتح يدخل الفرن مدهون ولا لا، لازم ورق زبده ولا يتعمل فيه وصفات على البارد؟ حسب نوعه، لو هو من نوع كويس ماده كويسه، الالومنيوم منه مثلا بيلزق، فطبعا هضطر ادهنه او احط ورق زبده. لو هو جرانيت او اي ماده تانية من اللي ما بيلزقوش، خلاص مش محتاجه تحطي. بس برضه هو في جميع الحالات في اي خبز احنا بندهن الصينيه، حتى عفوا لو هي صينيه ما بتلزقش، احتياطا ندهنها ونخلينا في الامان، واللي يقدر كمان يحط ورق خبز للامان طبعا يعمل كده. ممكن طريقه الكريب لولا البغدادي. حاضر يا لولا. الكريب كوبايه ونص من اللبن وكوبايه ونص من الدقيق، من بيضتين لاربع بيضات على حسب انت عايزاه طري قد ايه. كل ما هتزودي بيض كل ما هيبقى طري اكتر. رشه فانيليا ورشه ملح، وبقى تضربي كل ده في الخلاط وتسيبيه يرتاح نص ساعه، وبعد كده بتسويه في الصينيه. الصينيه اهم حاجه يكون رفيع، والصينيه طبعا بتكون مدهونه بالزبده. نشوى عايزه تعرف الفرق بين البيكنج باودر والبيكنج صودا، لان في اصرار على استخدام احدهم في بعض الوصفات ويتقال ما ينفعش في الاخر. شكرا ليكي. مبدئيا كده هما الاثنين عوامل رفع، يعني حاجه بترفع لنا الكيكه. الوصفات اللي فيها مواد حمضيه او فاكهه او حاجات زي الفاكهه المجففه اللي بنحطها في الكيكات دي، بيفضل يضاف لها بيكنج صودا، لانه بيعمل تفاعل معين بيخليها ما تهبطش او ما ترقطش تحت في الكيكه. ونفس الكلام بالنسبه للفاكهه، بيعمل معاها كده. اما بالنسبه للكيكات العاديه اللي تخلو من الاثنين، فيفضل طبعا البيكنج باودر. وفي كيكات بنستخدم فيها الاثنين زي كيكات الشوكولاته مثلا، بيكنج صودا وبيكنج باودر. البيكنج صودا احلى دايما مع كيكات الشوكولاته. دايما الفتوا نظري للوقت يا جماعه، انا معايا وقت قد ايه عشان بس ما اسرحش. ها ماشي. انا من اسيوط وبحبكم جدا ونفسي اتعلم الطبخ عشان فاشله جدا. يا حبيبتي ربنا ما يجيب فشل ولا اي حاجه، ابدأي بس بوصفات سهله، خديها من البرنامج واتفرجي علينا وتابعينا بنعمل الخطوات ازاي واحده واحده، وانتي هتمشي معاكي الدنيا زي الفل وما تقلقيش. اهم حاجه بس ما تبدأيش بوصفة صعبة، عشان الوصفة الصعبة مع حد لسه مبتدئ غالبا بيكون فيها مشاكل، فبيحبط يقول ايه ده، لا انا جربت مرة وفشلت مش هجرب تاني. ابدأي بوصفات سهلة وبعد كده ارفعي المستوى لوصفات اصعب. نوع اللي بيسأل، الاء اللي بتسألنا على نوع السكاكين، بصي ده موضوع كبير جدا فهنعمل له حلقة اوعدك. حلل الجرانيت بقى فيها لون اصفر، اعمل فيها ايه؟ جربي نقعيها في خل وبيكنج صودا وميه دافيه كده وان شاء الله يطلع. في بقى طبعا اسئله كتيره جدا، طبعا الوقت مش سامح ان احنا نجاوب عليها كلها، احنا بنحاول نجاوب على اكبر قدر من الاسئله وجاوبنا على قدر مش لا باس به يعني النهارده. فاوعدكم ان احنا نستمر في الاجابه. هحاول ادخل على البوست على السوشيال ميديا اجاوب على اغلبيه الاسئله.